اوكي طيب، في هاي ال في هذه الجلسة إن شاء الله بدنا نحاول إنه ناخذ مثال تطبيقي كيف ممكن نستخدم الويت.اي اي لبناء تشات بوت، وإنه التشات بوت هذا ممكن إنه هو يحسن من الأداء تبعه من يعني باستمرار. تمام، أول شغلة إنه أنا أسجل الدخول يعني هنا بالويت اي اي، بعمل تسجيل الدخول بوديني على المساحة تبعتي أنا، على التطبيقات تبعتي أنا كمستخدم. أوكي، وهنا أنا ممكن أعمل تطبيق جديد، فممكن نحكي إنه أرابيك بوت 2، وهنا بدي أختار لغة عربي، وهنا هنا طبعا الفيزابيليتي اوبن. تمام، وهي بنشئ التطبيق. طبعا هيك أخذني للتطبيق عربيك بوت 2. طبعا هنا في التطبيق هذا بيبدأ يحدد إيش الجمل تبعتي. طبعا التشات بوت اللي احنا بدنا نسويه بدنا يجاوب على 3 أسئلة، 3 فئات من الأسئلة، اللي هي الترحيب. تمام، والفئة الثانية إنه طقس، والفئة الثالثة المسافة بين المدن، طقس في مدينة ما. تمام، وهنا المسافة بين المدن بدنا نخليها مفتوحة، مدينتين. 3 فئات ممكن انا اوسعها، انه انا بدي يعني بدي انه مثلا انه هنا اعمل انه توصيل طلب ممكن الى اخره من الشغلات هذه. بس اذا صار عندنا القدرة إنه إحنا نعمل أول 3 خلاص بتصير الأمور واضحة. ممكن أنا أضيف حسب البزنس أبليكيشن تبعي اللي أنا بدي إياه. طيب نيجي للفئة الأولى. الفئة الأولى ببساطة شديدة بيحكي إنه إيش الرسائل، رسالة الترحيب تبعتي، السلام عليكم. تمام، فهنا أول حاجة بدي أختار الانتنت. طبعا أنا عندي الانتنت فاضية، فبروح بعرف انتنت جديدة بسميها greeting، بعمل انتر، تم اضافتها. وهنا بختار انه اضيفها على التريننج داتا، لان اول ما اعمل على التريننج داتا لاحظوا هنا انه راح يدخلها على التريننج كيو، وراح يبدا في اقرب فرصه انه هو يعمل هاي تريننج سكيجولد، وراح يبدا يعمل تريننج على هذا الفريز اللي انا دخلته اللي هو السلام عليكم، انه هذا الانتنت انه هذا 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 الانتنت انه جريتينج. هو بالمناسبه عشان برضو تكون الامور واضحه ايش الهدف من التشات بوت او من الويت اي بي اي، الهدف انه انا في عندي مجموعه من الجمل. تمام، اسئله. تمام، الهدف انه انا اوديها للويت، والويت يروح يطلع لي ايش الانتنت المطلوب. تمام، يقول لي انه والله هذا الانتنت عبارة عن ترحيب، هذا الانتنت عبارة عن طقس، هذا الانتنت عبارة عن كذا. بعد هيك بروح باخذ هذا الانتنت ان كلاينت، خليني اختصرها سي ال تي اب، في الكلاينت ابلكيشن باجي بحكي انه والله اذا كانت جريتينج فبالتالي الجواب بيكون هيك، اذا كان طقس بيكون الجواب هالجيت زي هيك، اذا كان مسافه بيكون الجواب زي هيك. لكن انا الفري تكست هذا كيف بدنا نحدد الانتنس اللي فيه؟ من خلال الويت. بروح ببعتهم على الويت، على الويت بروح برجع لي ايش الانتنس تبعتهم. عشان هيك احنا
لما بنيجي بندخل هنا الجمل تبعتي في التريننج، انه انا بدخل انه ايش الجمله وايش الانتنت تبعها، ايش الجمله وايش الانتنت تبعها. وضحت؟ واضحه؟ واضح يا جماعه؟ واضح يا دكتور، واضح. تمام. طيب احنا دخلنا اول واحده، الجمله الثانيه ايش الفئات؟ احنا نرجع للفئات، انه الطقس، انه كيف طقس في القدس، احط علامه استفهام. تمام. الان انا باجي بصنف انه هذه لا مش جريتنج، هيو حاطها هو باي ديفولت جريتنج، لا بدي احطها تصنيف جديد، ودي اقول له انه هذه الانتنت تبعتها اسمها ويذر، بضيفها. ومش هيك وبس، بروح هنا على القدس وبحكي انه هذه عبارة عن لوكيشن، تمام. يبقى هنا راح أعرف إنه هنا إيه، إنه هذه الكلمة زي هيك، إنه هذه عبارة عن location، تمام. هي عبارة عن entity و location. يبقى أنا في عندي intent و entity. ال intent شو تصنيف الجملة هذه؟ هل هي بسأل عن طقس، عن رسالة، هل هي يعني جملة ترحيبية، هل هي بسأل عن مسافة؟ طبعا انا داخل النص كذلك بحتاج لانتيتيز، انه انا اعرف انه انت ماشي طالب طقس، بس لوين، لاي مدينه، ايش هو اللوكيشن، هاي اللوكيشن زي هيك، تمام. ممكن انه انا يعني اجرب هاي، بدي اضيفها للتريننج. ممكن احط صيغه ثانيه للطقس، انا سالت انه ايش كيف الطقس في لندن، انه ما كيف الجو في لندن؟ شايفين لندن لحاله، لأنه هو أصلا معبى ببيانات، مغذى ببيانات سابقا، تمام. فلندن لحاله تعرف عليها إنه هي لوكيشن، وهنا بحط انه صحيح انه هي الانتنت ويذر زي ما هي، بغيرهاش، فبالتالي انه الامور هيك، تمام. هاي بضيفها هنا للتريننج، ففي عندي صيغتين لسؤال الطقس. نيجي الان للنمط الثالث اللي هو المسافة. ما هي المسافة بين القاهرة ولندن؟ طبعا هو عرفها انه هي وذر، لا هي تصنيف جديد، انه بدي احط انه هي عبارة عن distance، intent جديد، تمام. مش هيك وبس، ايش بحتاج كمان؟ بحتاج انه انا اعرف انه هذه ديستانس، بحتاج اعرف انه هذه عبارة عن لوكيشن، لا عشان انه تبقى محددة هي بس، ولندن كذلك انه هي عبارة عن لوكيشن، تمام. هاي بضيف على التريننج. الآن الأوترانس السابقة، الجمل السابقة اللي أنا دخلتها، من وين ممكن أجيبها؟ هي من هنا. الآن أنا عندي هنا ما هي المسافة بين القاهرة ولندن، إنه هيها معدلة، أوكي، كأنه أنا ضفت سبيس بين وا ولندن. ممكن نضيف نمط تاني للمسافة، فبروح هنا على الأندرستاندينج، تمام. إحنا سألنا إيش النمط، إنه ما هي المسافة. ممكن نسأل بكم، ما كم تبلغ المسافة بين باريس و
مدريد. أوكي ممكن إنه مدريد متعرفش عليها لحالها إنه هو مدريد. أوكي مشكلة، هاي اتعرف على مدريد إنه هي لوكيشن، وهنا يجي لباريس باريس إنه هي برضو لوكيشن. تمام، يبقى في عندي صيغتين للمسافة. ممكن إنه نضيف شغلة إنه السلام عليكم، ممكن أضيف شغلة تانية أقول سلام عليكم بدون قل التعريف، إنه هذه greeting، هي هتعرف عليها إنه هي greeting، وبحكي إنه هاي ضيفها على التريننج، هيو التريننج راح يصير له سكيجول مرة تانية. تمام، هيو تغير ويبدأ التريننج من أول وجديد. طيب الآن بدي أستخدم هذا التطبيق. الآن أنا برمجته يعني على الويت، إنه إيش طبيعة الأسئلة، والهدف إنه أنا بحصل على شغلتين زي ما ذكرت، بحصل إنه من الويت أنه كل جملة إيش الانتنت تبعها. والآن أنا في الكلاينت سايد تبعي اللي هو في التطبيق اللي هيستخدم المستخدم اللي أنا حبرمجه كمان، يفترض أنه أنا بدي أنه أحدد أنه حسب الانتنت أحدد له إيش هو الجواب. فعشان أستخدم التطبيق هنا بالمناسبة قبل ما نروح على هذا المكان، أنه هاي الانتنت أنا عندي، أنا في عندي الويدر تستخدم لوكيشن، والجريتينج ما بتستخدم اي انتيتي، والديستانس بتستخدم لوكيشن. يبقى في عندي شغلتين بستخدمه لوكيشن، ممكن اي شغله ثانيه غير اللوكيشن، ممكن انا عندي ديت تايم شغله زي هيك. يعني الان الانتيتيز اللي موجوده عندي اللي هي اللوكيشن، تمام، اللي انا بستخدمها حاليا في التطبيق. ممكن يكون في عندي انتيتيز ثانيه، يعني ممكن هنا اضيف انتيتي، تمام، هنا بعرف انتيتي جديدة، وهنا ممكن اختار من البلت ان، من البلت ان هنا ممكن اعمل سيرش انه هنا age of person, agenda entry, amount of money. ممكن انا اعمل له انه نمط سؤال انه قديش ال20 دولار قديش بيعملوا باليورو مثلا زي هيك. فبالتالي انه بقدر يتعرف انه هذه الرقم مع الدولار ساين انه هذه عباره عن amount of money، بقدر انه انا استخرجها. طيب الان الانتيتي ايش بالضبط، كيف راح يتعامل معاها الويت؟ يعني راح يرجع لي اياها بالتطبيق ولا بايش بيستخدمها؟ صحيح، راح يرجع لي يعني لما اساله انه نكمل المسافه بين كذا وبين كذا، راح يرجع لي انه هذه عباره عن distance، وانه السيتي الاولى كذا والسيتي الثانيه كذا، عشان انه انا استخدمها. تمام. طيب الان نيجي لاستخدام التطبيق. استخدام التطبيق ممكن انه احدد التايم زون هنا انه جي يروشلم، وانه هاي الاكسس توكن، وهذا الاتش تي تي بي اي بي اي زي هيك. يعني ممكن انه احنا نجربها، فممكن أدخل هنا الجملة، أدخل هنا الجملة إنه السلام عليكم، فهو لحاله إنه بروح بيعد. يعني هذه إنه أنا بس ممكن أستخدمها من خلال HTTP API. طب أنا بديش أستخدم ال HTTP API، أنا بدي أستخدم كود بايثون. فعشان هيك إنه خليني أعمل هنا، بس انه احنا هنا بدنا نستخدمها للتجريب. فبفتح الكولاب وبعمل نوت بوك جديد. وهنا بروح نحكي انه عربك شات بوت نين، هاي بعمل كونكت. طبعا هذا عبارة عن كوماند، عشان هيك بحط علامة تعجب، وبروح بعمل لصق للكوماند هذا. الكوماند هذا انه انا كمان مرة برجع هنا، شو حطيت فيه؟ حطيت فيه انه
ايش الجملة، وبدي اشوف ايش تصديق، يعني ايش برجع لي، برجع لي جيسون هو. فهي تنفيذ الجملة، هي يرجع لي جيسون انه هي التكست تبعي. وايش الانتنت، هيو تعرف عليه انه هو جريتينج، قديش متأكد انه هو جريتينج، 99%. طبعا الانتيتيز، طبعا عشان هذا ما فيش فيه انتيتيز، هي مرجع لي اياها فاضية. تمام، طبعا هذه بس للتجريب زي هيك، يعني خلينا نجرب واحدة تانية انه هل بتعرف على الانتنت بشكل صحيح ولا لا. ممكن نقول له انه هنا كيف الطقس في لندن. هنا علامة تعجب، كنترول في، هي فعلا انه هنا تعرف عليها انه هي ويذر طقس، وهي الكونفيدنس طبعا. فهي المعلومات كلها ممكن انه انا بحكي اذا والله كانت الانتنت ويذر وكان الكونفيدنس مثلا فوق 70%، ساعتها بسوي كذا وكذا وكذا. شايفين الايتيز هنا رجعت فاضية صح؟ هي هنا رجعت فاضية، لكن هنا ايش رجعت فيها؟ فيها معلومات. ايش المعلومات اللي هنا؟ اللي هي اللوكيشن. وايش اللوكيشن هذا؟ اللوكيشن هذا هي محطوط هنا باليونيكود زي هيك، اللي هي عبارة عن لندن. فهذا الكلام انا لو اخذته تمام، وهنا حكيت انه print هذا الكلام دوت ديكود، على ما اعتقد يفترض يطلع لي لا او انكود، ويفترض انه يطلع مباشرة. خلينا نجرب. لندن، اوكي بيطلع مباشرة انه هو لندن، هذا التكست اللي هو في البودي. تمام، اوكي. انا ما بديش استخدم هذا الكوماند لاين اللي هو سي يو ار ال او الكورل اختصارا، انا بدي استخدم البايثون. طبعا بالمناسبة انا ممكن اعمل ابليكيشن بالبايثون، ممكن اعمله بجانجو او فلاسك، او ممكن اعمله ويب نوت جي اس. فعشان هيك انه انا وين بدي اروح، بدي اروح على الصفحة الرئيسية تبعت الويب. هاي خليني افتح الصفحة الرئيسية هنا، هاي او مباشرة هنا على الدوكس دوكيومنتيشنز، واروح هنا انه هاي نوت جي اس. نوت جي اس هذه بقدر اعمل فيها ويب ابليكيشن، البايثون اللي بنعرفها، وفي كذلك ممكن من خلال لغة برمجة الروبي والجو، احنا بدنا بالبايثون. فبروح بالبايثون بجيبه هنا جنب تبعي. ايش المطلوب؟ اول حاجة اعمل بيب انستول، بروح هنا اعمل نود جديدة و بيب انستول. الخطوة الثانية انه شو بروح بعمل؟ بعمل انه from wet import wet، وبحط الاكسس توكن تبعي، وبحط المسج تمام، واشوف ايش الريسبونس بيطلع معي. طبعا الاكسس توكن هذا من وين بدي اجيبه؟ بدي اجيبه هنا من الابلكيشن تبعي، هاي بس مجرد انه كليك واحدة صار هايو كابيد تم نسخه. فبعمل كنترول في، فبالتالي هذا الابليكيشن صار يحكي مع الويت اللي هو ارب بوت 2 اللي انا عملته هنا. طيب الرسالة اللي هنا المطلوبة منه انه بدي احكي له هنا السلام عليكم. هنا اشوف ايش النتيجة. النتيجة انه هنا طلع لي انه الانتنت ايش النيم تبعها؟ greeting، جاب لي التصنيف تبعها صح. فالان انا بروح هنا في الريسبونس بقول له والله اذا كان الانتنت النيم تبعها greeting قول له وعليكم السلام زي هيك.
تمام. فعشان هيك أنا بدي أعمل هنا function إنه def handle أو process response وبديله r. ف الآن أنا بدي أبدأ أعمل return لل r dot get، هذه JSON طبعا بطبيعة الحال. أنا إيش بدي؟ بدي get ال intents. طبعا ال intent هذه شايفين هنا إيش بيرجع؟ إيش هذا الجوز؟ لستة، صح؟ هاي. فعشان هيك أنا بحكي له هنا of zero، وبعدين إيش جوا الجوست هذا؟ في أنا عندي ديكشنري، إيش في عندي؟ confidence id name. فهنا بقول له get name، عرفت الدالة هذه. هذا الكلام إحنا بدي أعيده، فبعمل r بتساوي، وبعدين بعمل handle أو process response r. إيش مفروض يطلعني هنا؟ greeting، استخرجت هذه بس. طيب بروح بعرف دالة تانية def. شايفين كيف نبني الابليكيشن step by step؟ process أو handle message، ايش بنديله؟ نديله intent، تمام. بروح بحكي انه اذا كان ال intent بتساوي greeting، ساعتها بروح بعمل return وعليكم السلام ورحمة الله. أوكي. طيب. الآن إحنا إيش بدنا نسوي؟ هذا الكلام إنه خلينا نعمل هذا الكلام كله هيك مرة واحدة، بدل ما أنا عامل دالتين، يعني بدل ما أستدعي دالتين خليني أستدعي. يبقى هنا بديله الـ R، عفوا بديله الـ R، وهنا بحكي إنه الـ intent بتساوي process response الـ R. ساعتها هنا ممكن انه احنا نعمل انه نستدعي هذه الدالة handle message ونقول له السلام عليكم، ورد علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجرب شغلة تانية. سلام عليكم، برضو راح رد علي. هدول النمطين موجودات، نيجي نجيب نمط مش موجود. نمط مش موجود زي ايش مثلا؟ زي سلام عليكم، السلام عليك، السلام عليك،
خلينا نفترض أنه هو فرد واحد، وسنرى كيف بده يتصرف. هاي فريز مش موجود، بده يتعلم. هل الجمل الجديدة بده يتعلم منها زي المشاريع اللي تورجيتوني إياها سابقا؟ أنه كان هذه أحد المتطلبات، أنه طالب أنه يتعلم من الجمل الجديدة، تعرف عليها أنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايفين إيش معنات التريننج؟ إنه هو بروح بشوف كل، يعني إحنا دخلنا له نمطين بس. خلينا نرجع للأبليكيشن تبعنا ونشوف إيش الأوترانسز. أنا عندي إحنا دخلنا له السلام عليكم وسلام عليكم بدون قل التعريف بس، لكن هو عند، يعني مع التريننج هنا صار في عنده القدرة إنه كل الجمل المشابهة إنه يقدر يصنفها نفس الانتنت، إنه هي عبارة عن إنه هي greeting ويصنفها صح. نيجي الآن نتطلع هنا في الانتنت، ويفترض إنه هنا تظهر عندي هاي. أوكي هاي، شايفين هذه انه هنا live iterance improve your app. هذه احنا دخلناها جديد، السلام عليك، السلام عليك، تمام. فهو راح صنفها انه greeting. لو هو غلطان فيها ممكن انه احنا نغير التصنيف تبعها، لكن هي مصنفة صح فخلاص، تمام. فالآن إذا التصنيف تبعها صح، فساعتها إنه بروح بغير التصنيف تبعها وبروح بدخلها في التريننج. فهي دخلتها في التريننج إنه هي إنه greeting، فخلص دخلت وبطلت إنه هي ظاهرة هنا. هذا كانت إنه من رن سابقة، إنه كيف الطقس في لندن، إنه أنا ما استدعيته. إحنا استدعينا كيف الطقس في لندن؟ آه صحيح، استدعيناها وين؟ وين استدعيناها؟ هنا انه هذه فعلا، ما هي كيف نسيت انه انا ما استدعيها. فبالتالي اوكي، الاوتيرانس اللي احنا دخلناه انه كيف الطقس في القدس، تمام، ما دخلناش انه كيف الطقس في لندن. فبالتالي هو هنا في الاندرستاندينج كيف الطقس في لندن شو مصنفها؟ مصنفها انه هي ويدر، وجاب انه لندن انه هي عبارة عن لوكيشن. فبالتالي بقول له شغلك صح، خلاص دخلهم على دول برضه في التريننج. فبالتالي بتصير الانماط اللي انماط الاسئلة الخارجة عن الرسائل الثلاثة هدول، او الاوتيرانسز الثلاثة هدول اللي احنا دخلناهم، برضه بتصير بتدخل في التريننج شوية شوية، واذا غلط فيها بروح بصحح وبتدخل في التريننج. هاي التريننج كومبليت. ف زي هيك انه تمشي معنا الامور. طيب الان بدنا نشوف موضوع الطقس. عشان نجيب موضوع الطقس بدنا انه فعلا انه احنا نرد عليه، وعشان انه احنا نرد عليه فانا فعليا انه انا لازم يكون في عندي القدرة فعلا، عشان يكون تطبيق فعلي انه لازم اقدر اجيب معلومات الطقس. فالان معلومات الطقس انه رحت أنا كتبت هنا دالة سابقة هنا. هذه الدالة، تمام، هذه الدالة إنه هي بتستخدم API موجودة على الإنترنت، تمام. يبقى هذه بتجيب لي فعلا الطقس من الإنترنت، تمام، وفيها كل المعلومات هذه. فبالتالي إنه أنا بدي أجيب كيف الطقس في مدينة معينة، فهي هاي الدالة عرفناها. خلينا نجربها على انه get weather، وهنا ممكن نحكي له اسم المدينة، نحكي له غزة. JSON is not defined. خلينا نعمل له هذه، خلينا نفصلها.
تمام، وهنا نحط كل الامبورتس تبعتي هذه زي هيك، وهنا نعمل امبورت جيسون، وفي عندي كمان امبورت ريكوستس. تمام، الآن نرجع. كيف الطقس في غزة؟ جاب لي إنه حاليا سماء صافية. ممكن نجربها لمدينة تانية، إنه كيف الوضع في لندن؟ مطر خفيف. تمام، ففعليا انه انا بحكي له هنا في الكويد سترينج، انا بحكي له انه الكيو سيتي اللي انا مررتها، تمام، بالاضافه انه انا بدي انه الجواب انه تجيب لي اياه بالعربي. تمام، طيب الان احنا ايش بدنا؟ بدنا انه لما يكون في عندي الانتنت، احنا ايش حكينا عنه؟ اذا كان الانتنت greeting، رد لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، يبقى هنا الف. اذا كان الانتنت weather، تمام، ساعتها شو بدك ترجع لي؟ return هذه الدالة اللي بتجيب لي الويذر، و وبندي له السيتي. السيتي من وين بدنا نجيبها؟ السيتي بدنا نجيبها من هنا، من الـ process response. احنا في الـ process response احنا بس جبنا هذا الكلام. فالآن شو بدي أسوي؟ بدي أرجع للدالة اللي كتبتها سابقا، دي هي هذه process response. بدي أحكي له هذا الكلام إنه خليني أنسخها أول. ايش بحكي؟ بحكي انه الانتنت بجيب النيم من الانتنت. اذا كانت الانتنت هذه بتساوي ويذر، اوكي، خلينا احط لكم اياها زي ما كانت سابقا. خليني اجيب انه زي هيك عشان انه step by step الكود تكون واضح بالنسبة لكم. intent بتساوي هذا الكلام. حقيت قبل الـ return بحكي انه اذا كانت الـ intent بتساوي weather، ساعتها بحتاج انه اجيب انه city، والcity فعليا انه هي السطر تبعها، ممكن اخده من هنا مباشرة. هنا ايش بحكي له؟ get للانتيتيز، وبعديها من الانتيتيز جوات الانتيتيز في ديكشنري جوا اسمه location with location، ومن جوات اللوكيشن هي عبارة عن list، جيب لي اول واحدة وجيب لي البادي تبعها. طبعا هذا الكلام من وين جبته؟ هيو من هنا، لما احنا سألنا عن الطقس ايش في عندي هنا؟ في عندي هنا الانتنت weather، وفي عندي هنا الـ entities، عندي الـ location، جوات الـ location في عندي هنا الـ ID والـ name والـ role والـ start والـ end والـ body. الـ body هي مكتوب فيها اسم المدينة،
تمام، أنا بدي هذه الجزئية. فهذا هو معنات هذا الكلام كله هنا. هنا entities location body، تمام. فبروح برجع شغلتين، بروح برجع ال intent وال city. طب else، طبعا هذا الكلام انه return تاب على لل if. هنا else او خلينا نقول if كان ال intent بتساوي distance، فايش بحتاج؟ بحتاج ل city 1 بتساوي و city 2. فعشان هيك انا ممكن اجيبهم هنا ببساطة زي هيك، فانا فعليا جبت، هيو رجع لي اياها في الليست. هنا هذه الست الاولى 0 وهنا الست الثانيه 1، وبروح بعمل ريتيرن للانتنت بالاضافه لايش؟ سيتي 1 سيتي 2، برجعهم از تابل. الخيار الثالث الف انه كانت الانتنت بيساوي greeting، ساعتها بروح بعمل return و بعمل return ل للانتنت بالاضافه ل اندرسكور. اندرسكور هذا دامي فاريبل، يعني لانه هنا دائما برجع شغلتين، هنا برجع الانتنت والسيتي، هنا برجع الانتنت وشغله واحده اللي هي تابل سيتي 1 وسيتي 2، تمام. وهنا برجع دامي زي هيك، تمام. فهي البروسيس، بروح بعيد تشغيلها تاني، وهنا ممكن نعيد هذا الكلام زي هيك ونقول handle message تمام. الآن في ال handle message بروح بستدعي هذه الدالة، هي ما عارفينها هنا handle message. ساعتها هنا بدي أروح أضيف شغلة ثانية اللي هو location، إنه برجع لي شغلتين. أيوة زي ما انتم شايفين دايما برجع لي شغلتين اللي هو الانتنت والسيتي، انتنت سيتي 1 سيتي 2 از تابل شغله واحده، وهنا اندرسكور. فبالتالي هنا اذا كانت انه اصلا جريتنج فاللوكيشن بتاخذ اندرسكور، فبالتالي اذا كان الانتنت جريتنج برجع وعليكم السلام ورحمه الله. اذا كانت ويذر ساعتها بروح برجع اللوكيشن زي هيك بدل السيتي. فبالتالي اذا كانت الانتنت ويذر بروح برجع جيت، بستدعي داله جيت ويذر لوكيشن. طيب نيجي الان هنا، فبدنا نحط الرساله انه كيف الطقس في باريس. ما جابليش ولا حاجة. عشان نعمل ديباج للموضوع ممكن أعمل أن كومنت لهاي، وهنا هاي نرجع نعرفها تاني، وهاي ما فيش. تك 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 تك. طيب خلينا نضيف حالة ثالثة، إنه else
return لا أعرف. خلينا نشوف وين الخطأ الآن. هيك اشتغلت. ليش اشتغلت؟ أوكي، باريس غيوم قاتمة. يمكن هذه إنه أنا كنت محتاج إنه أنا أعرفها، إنه أرجع أشغلها تاني فعلا زي هيك. طيب خلاص أوكي، يبقى هذه بشيل يعني الكومنت تبعها، برجع أشغلها. وهنا إنه غيوم قاتمة، بنجرب نمط تاني إنه كيف الطقس في، ممكن إنه كيف الجو في ستوكهولم. مش عارف إذا أنا كاتبها صح ولا لا أصلاً. ستوكهولم، خلينا نشوف، ممكن نحط له كمان علامة. علامة تعجب، غيوم متناثرة، تعرف عليه. طيب نشوف كيف أداؤه فعلا، هل تعرف على باريس وستوكهولم إن هدول لوكيشن وكيف الجو. ممكن إنه برضو نجرب برضو بالمرة نمط ثالث، إنه كيف كيف حال السماء في لوكسمبورغ. خلينا نشوف عاصمة عربية، كيف حال السماء في تونس. كيف حالة السماء مؤنث، كيف حالة السماء ما هي حالة السماء في تونس. سماء صافية، تمام. نرجع للأبليكيشن، هنا جاب لي باريس وتونس وستوكهولم. نشوف تونس كيف تعرف عليها. هي تونس لوكيشن تعرف عليها، وهي ويذر. اوكي صح، ادخلها في التريننج، او اوريدي هي اصلا دخلت زي هيك، يعني انه الان كيف الطقس في باريس تعرف عليها صح، تمام. و ستوكهولم كذلك، ستوكهولم تعرف عليها انه هي لوكيشن، انه هي ويذر، كل الامور تمام التمام. وجربنا أنماط مختلفة مش موجودة أنا عندي في الأوتيرانس، زي مثلا كيف حال السماء، هيها دخلت أنا عندي هنا ضمن الفريزز، تمام. كيف حالة السماء، ما هي حالة السماء في تونس. فبالتالي أي حدا بيجي بيسأل هذا السؤال وغير العاصمة، غير الاسم المدينة، بيمشي معه، تمام. الآن الشغلة الثالثة، آخر شغلة اللي هي بدنا نشوف، أعتقد إنه هي بدنا نجيب المسافة. وعشان نجيب المسافة خلينا نعرف دالة اسمها، أبدأ أجيبها من هنا، اسمها get distance. هاي برضو بستخدم فيها API تانية، get distance بديله سيتي واحد وسيتي اثنين، تمام. وهنا بروح بستدعي الاي بي اي هذه، وبروح بجيب الديستانس من الديكشنري. طيب الان خلينا نجربها، انه get distance انه هي شغاله ولا لا. نحكي له المسافه بين القاهرة عمان،
حوالي 495 كيلومتر. ممكن نشوف عمان باريس 3372. مين أقرب، عمان ولا باريس؟ مين أقرب لباريس، عمان ولا القاهرة؟ يفترض القاهرة، فهنا 3200، هنا 3300، فشغل الـ API صح. الآن إيش بدي أرجع هنا؟ إحنا عملنا الحالة الأولى إذا كانت greeting، إذا كانت weather فهنا بدنا نروح نضيف elf زي هيك، ونقول له هنا إنه إذا كانت distance إيش بدنا نسوي؟ نستدعي الدالة اللي اسمها get distance، وإيش بدنا نديله؟ location 0 location 1. ليش؟ لأنه هنا فعلياً أنا بعتت سيتي واحد، أو جبت سيتي واحد وسيتي اثنين ورجعتهم الاثنين كطبل، فبالتالي هذه الاندكس تبعها زيرو وهذه الاندكس تبعها واحد. طيب بس لايل إنه أنا أعيد تشغيل هاي الشغلة. تمام، وهنا ممكن إنه نستدعي هذه ونقول إنه ما هي المسافة بين القاهرة و باريس. افترض يطلع لي رقم زي هذا، بس احنا بدنا نشوف هل بيقدر يفهم يعمل understand لهذا التكست، وهذا هو وظيفة للتشات بوت، اللي هو انه نعمل انه natural text او natural language understanding. وباريس بسم الله الرحمن الرحيم، مظبوط 400 أو 3214. الآن ممكن نسأل صيغ مختلفة زي إيش مثلا؟ إنه ما هي، إنه نسأل كم ونجرب مدن تانية زي مثلا لندن. لندن موسكو 2503. ممكن نسأل إيش الأنماط إحنا اللي متدرب عليها أصلاً؟ هنا الأوترانسز المتعلقة بالمسافة، ما هي المسافة بين القاهرة ولندن؟ بس حال يا كم تبلغ المسافة؟ ما هي المسافة وكم تبلغ المسافة؟ طيب ممكن نجرب نمط جديد، أحكي له هنا حاجة مش موجودة عندنا، كم تبعد القدس عن غزة؟ أعتقد أن المسافة حوالي 50 كيلومتر أو أقل. نشوف هل بتعرف عليها أو لا.
اوكي، التصنيف طلع مش مظبوط. ليش؟ لانه هنا الانتنت وذر، لا هنا جبت الانتنس نيم ما تعرف عليه. ليش ما تعرف عليه؟ خلينا نشوف هنا الرسائل، برجع هنا للأوترانس، تظهر هنا بعد قليل. هاي شو مصنفها سياتو؟ مصنفها سياتو انه اوتو ديسكوب. بحكي له لا هذا كلام مش مظبوط، وهنا بدي اياها ديستانس، تمام. وهذه عبارة عن لوكيشن، وهذه عبارة عن لوكيشن. هيك بدخلها في التريننج. الآن هي تريننج سكيجول، بعد ما التريننج كومبليت برجع بشغل نفس الكود، حيشتغل معايا إن شاء الله. تريننج اون جوينج، لسه بعمل تريننج، لما نطلع لي تريننج كومبليت ساعتها بقدر استدعي. تريننج كومبليت، نرجع هنا. تسعة وسبعين كيلومتر، معقول؟ لكن اوكي، قدرنا انه كل الشغلات اللي بتجي له بتكون انه خارج الانماط تبعته. الان انا ممكن استخدم هذا النمط واجي احكي انه كم تبعد المسافة بين اي مدينة ومدينة ثانية، ممكن انه على سبيل المثال القدس ويافا. معرفش يافا هل حيقدر يجيبها انه هي ك الخليل، ممكن يتعرف على الخليل، أسماء مش عواصم. 29 كيلومتر، ممكن نفحص هذه الشغلة إنه المسافة بين القدس والخليل. لاحظوا فعليا انه احنا ايش بنسوي، يعني هذه الشغله اللي بيسويها جوجل، انه هو فعلا انه بتعرف انه هذه ديستانس وهذه السيتي الاولى وهذه السيتي الثانيه. ففعليا طلع لي 28 كيلومتر، واحنا قديش طلع 29. لا شغال كويس، ممتاز. بعتقد انه هيك صار، انه يعني بس انه مجرد اعاده ترتيب للكود، او خلي زي هيك. انا بعتقد انه صار انه هيك الشغلات هنا بالتدريج، ممكن يعني انه انتم تقرؤوها بالتدريج بهذا الشكل. وهي يعني الويت ابلكيشن، انه صار انه ممكن يعمل هاندل لحاجات جديدة، هدول بس ضايل انه ندخلها في التريننج. كلهم صنفهم صح بالمناسبة، هذه مصنفة صح، هذه مصنفة صح، هذه مصنفة صح، هذه مصنفة صح. اوكي، حطهم هاي ترين، دخلهم كلهم في الترينينج، هاي كلهم داخلين. هيك تقريبا كله دخل في التريننج. الآن نجرب آخر حاجة، نسأله سؤال tricky question. هنا نحكي له إنه هل أنت ولد أم بنت؟ فهنا أكيد بتطلع لنا ايرور، هذا السؤال مش مرر عليه، تمام. وهنا برغم بحكي له إنه هاي الولد، إنه هذه زي هيك، وهنا ساعتها بقول له أوكي، يعني هذا طلع لي
out of the scope، صح فعلا ساعتها طلع لي out of the scope. اوكي، وهنا انا بعتقد انه لازم نعدل الفانكشن تبعتنا عشان تعمل هاندل للاوت اوف ذا سكوب. عشان هيك خليني اطبع الريسبونس هنا في البروسيس ريسبونس، وين البروسيس ريسبونس هاي، خليني اطبع برنت ار. شايفين كيف بدي اعمل تريس للامر عشان اعدل الكود تبعي؟ هنا برجع اشغل شو طلع الريسبونس، انه الانتنت فاضية. تمام، ساعتها هنا ايش بسوي؟ بحطها اول واحدة، انه دكتور عندي سؤال. تفضل. إيه طب لو دخل المستخدم انه مثلا في خطأ ايش؟ دائم، يعني ممكن يكون هو مع السرعة او اشي حيتعرف عليها على الانتنت، والانتنت يعتبرها انها اوت اوف سكوب لو دخل المستخدم ساعتها مثلا انه خطأ املائي. ساعتها انه انا بدي اتعامل مع الموضوع، انه يعني فرضا انه هو يعني الجملة صحيحة، كم تبلغ المسافة بين كذا وبين كذا، ولكن هو في الكتابة بدل ما يكتب مثلا باريس كتب بريش، او يعني اي شغلة تانية. ساعتها تعتبر انه انا out of scope. لا، مش out of the scope، انه بتكون انا عندي هي in scope، ولكن اسم المدينة غلط. عشان هيك انه بتلاحظوا انه هنا انا السيرتينيتي هنا او الكونفيدنس انا ما تعاملت معاه بالمرة. يعني هنا شوف الكونفيدنس هذه اوكي، هي الكونفيدنس انه 50% انه هي البادي. ساعتها انا ممكن ادخلها في اللوجيك تبعي، بحكي انه اذا كانت والله الكونفيدنس فوق كذا ساعتها خلاص باخذ المدينة، او اذا كانت انه الكونفيدنس اقل، مثلا خلينا نقول اقل من 70، ساعتها بقول له انه هل انت متأكد، بطلع له رسالة خطأ انه هل انت متأكد من هذه المدينة زي هيك. تمام، والكونفيدنس برضو موجود هيو فوق. احنا اول ما طلعنا لندن، هيها لندن هنا. تمام، لما طبعنا هذا التكست هذا انه في الانتيتي هنا، الانتيتي ايوه في الانتيتي، وهنا بروح بيطلع لي انه اي دي نيم رول ستارت و اند وبادي. اخر حاجه هنا كونفيدنس، انه هنا متاكد انه هذه لندن بنسبه 94%، فممكن استغل هاي المعلومات عشان انه اتاكد. الان هنا لما حكينا له في الاول انه هذه السلام عليكم او هذه جريتنج، فهو بحكي لي انه انا متاكد انه هذه جريتنج بنسبه 99%. لنفترض انه انا قلت له السلام عليكم، لو قلت له سلامات، قلت له كذا، فبالتالي هذه شغله ما مرتش عليه، ممكن يقل الكونفيدنس. فبالتالي ممكن برضو استغل هنا في الانتنت، بقول اذا والله الكونفيدنس تبع الانتنت اقل من كذا، ساعتها اقول له انه انا مش فاهم عليك، ممكن تكتب اوضح، شغله زي هيك. هذه الشغله انا لسه ما عملته. انا بعمل في جزئيه انه هو لو سال اي سؤال خارج الثلاث فئات هذول، اللي هي الترحيب والطقس والمسافه، احنا ايش سالناه؟ سالناه انه هل انت ولد او بنت. ف ايش سويت انا؟ فبدي احكي انه اذا كان انه في عندي intent
ما كانتش فاضية. ساعتها إنه بنجيب الانتنت، تمام. وهنا ممكن نحكي إنه else آخر خيار، out of the scope return. هذه نرجع نشغلها، وهنا handle message. هنا else إنه إذا ما كانتش greeting weather وديستانس، ساعتها بتقول لي لا أعرف. هيك بعتقد إنه تعدل الإمبلمنتيشن تبعنا، وما في. بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي، المفروض أعتقد يكون في إزاح على الإشي، كلهم يفوتوا تحت الإف الأولى. إيه صحيح. زي هيك هذه الالس لانها اوكي. لا مش هذه الهاندل هذه، مش ما فيش داعي نحن نرجع نشغلها. هيك too many values to unpack. اوكي. برضو هذه بلزمها دمي زي هيك، وهنا هيك إن شاء الله محلولة. لا أعرف هل أنت ولد أم بنت، لا أعرف. الآن عشان نرجع نتأكد إنه هذه بدنا نرجع نشغلها. 29 في شيء أخطاء. هذه 79، هذه 2500. يبقى كل النمط الأسئلة هذه لو شغال بدون أي مشاكل. وكذلك خلينا نشوف السؤال إنه ما حالة السماء، شغال، وكيف الطقس، شغال، السلام عليكم أو السلام عليك، تمام. هيك كله شغال وصار في معالجة لكل الأخطاء. طبعا يمكن التطوير أكثر وأكثر وأكثر على هذا التطبيق، إنه ككلاينت سايد. وممكن إنه هو أنا عملت لكم إياه هنا نوت بوك، ممكن ينعمل كويب أبليكيشن، ممكن ينعمل تطبيق على الجوال، ممكن إنه أنا أشبكه في الماسنجر. فكل الشغلات هذه يعني طريقة شبكه في الماسنجر مشروحة في هذا الفيديو. هذا كويك ستارت، وهنا إنه how to build messenger bot with AI. العملية بتتطلب إنه فيها شوية تريك هيك، بدي أتعامل مع الويب هوك، وبدي يعني أعمل صفحة على الفيسبوك. ممكن في جلسة تانية أعملكم إياها، أو لأنه يعني فعليا هي بتاخد شوية وقت يعني. بس بتصور إنه صار في استيعاب لمفهوم إنه أنا أستخدم السيرفيسز في بناء التشات بوت. طبعا هذا الكلام كله انا ما بحتاجه في ظل وجود داتا سيت كونفرزيشن داتا سيت هيوج، بروح بدخلها على التنسر فلو انه هي الرساله وهي الرد تبعها، هي الرساله وهي الرد تبعها. هو لحاله بتعلم الانماط لوحده، وما في داعي انه انا أعرف له إنه هذه intent، وإنه هذه location، وإنه هذه زي كده. لكن برضو هذا في learning. هذا الكلام برضو في learning، زي ما إحنا شفنا في الموضوع إنه بيقدر إنه هو فعلا يتعلم على الأنماط الجديدة، تمام،
ويحسن الأداء تبعه. هذا بقدر إنه أنا أحسن الأداء تبعه بشكل كتير كبير بهذا الشكل. بتصور هيك صارت الصورة أوضح بالنسبة لإلكم كلكم، وممكن تشتغلوا مشاريع تشات بوت. طبعا طبعا لا يعقل إنه يعني إحنا نلف على كل السيرفيس بروفايدر زي اي بي ام، أو خلص أنا بروح بركز على شغلة معينة. تمام، أنا والله شفت إنه الويت انه هي مناسبه وبتدعم اللغه العربيه وكل الامور هذه، فخلص بركز عليها، بقرا الدوكيومنتيشن تبعها. الا اذا الكلاينت بده، خلص انا بقول لك انا بدي اياك على اي بي، على واتسون، اي بي ام واتسون، ساعتها انه قراءه الدوكيومنتيشن حيكون بالنسبه لكم سهل جدا، لانه الكونسبت صار واضح بالنسبه لكم. بالمناسبه برضو كذلك بدي اخبركم انه الفيسبوك اشترت الويت دوت اي اي، قرأت هذا الكلام مؤخرا يعني، عشان هيك انه كانوا طالبين انه نعمل لوج ان باستخدام الفيسبوك او باستخدام الماسنجر، وعشان هيك انه واضح من ضمن الابليكيشنز تبعتهم او الامثله اللي عندهم انه نعمل بوت باستخدام او نركب البوت على الماسنجر. ففعليا انه في تطبيقات كثيره عمالها بتنبنى على الماسنجر، فيسبوك، على الفيسبوك ماسنجر لاغراض البزنس والاغراض المتاجر وكل الامور هذه. وعشان هيك انه يبدو انه فيسبوك شافت انه الويت اي اي انه فيها بوتنشال كثير ممتاز، فبالتالي انه عملت لها acquisition، صار استحواذ عليها أو هي اشترتها يعني. بتطور إنه الأمور عندكم واضحة إن شاء الله، بتمنى إنه هي تكون واضحة عندكم. بضل إذا في عندكم أي أسئلة أو استفسارات قبل ما ننهي الجلسة اليوم. طب دكتور، نعم، نقدر ندمج صور أو فيديوهات مع البوت؟ طبعا يعني انه بحكي له انه يعني في البيانات اللي مرسله لي انه انا يعني بقدر انه انا يعني في الـ هو الرس هو الـ الـ الرساله بتجيني من المستخدم، زي ما احنا شفنا انه هي عباره عن ديكشنري، وفي الديكشنري ممكن احط ايمج، وفي الايمج بحطها على شكل بيس 64. ما بعرف اذا مرت عليك هذه الشغله او لا. لا. فبالتالي بقدر انه انا اتعامل معاهم وبعمل ديكود للصوره هذه وخلص بصير بتعامل معاها عادي يعني. او انه هي ممكن تكون كاتاتشمنت يعني، اتصور انه شو طبيعه الداتا تايب اللي بده يتعامل معاها مش عارف حاليا يعني، انا ما عندي الجواب فعليا، انه انا غير بدي ادور في الدوكيومنتيشن شو طبيعة يعني لو بدي أتعامل مع ميديم تاني غير التكست، إنه كيف بكون الفورمات تبعه. طيب الرسالة اللي بعتها على الشات، يعني هاد بنقدر نعملها بالويت هذا الموديل؟ صحيح، انه مستوحى انه فيسبوك ماسنجر، بس هنا مستخدم حاجه اسمها ماني تشات. ماني تشات هذا بروفايدر تاني غير الويت اعتقد. لا، انا ما هو يعني بيحكي العميل انه تعامل، هو كان تعامله مع ماني تشات، هو هو تعامل عشان مستقل يعني النص مع. انا عندي من اليمين. استني، السلام عليكم، عشان الامور تبقى كلها واضحه فكره المشروع. طب اوكي، خليني انه انا اعمل ستوب للريكوردينج، وعشان انه في اي يعني اذا في اسئله على المثال اللي انا حكيته اسالوها حاليا يعني فورا، عشان انه اعمل ستوب للريكوردينج، وبعديها انه نحكي براحتنا في اي مشاريع تانية انتم بدكم اياها. ما فيش اسئله؟ تمام، خليني اعمل ستوب للريكوردينج.